مشاهدينا، تغيير الفصول وتغيير حرارة بين النهار والليل بيأثر كتير على البشرة، بيخليها تنشف، بتطلع فيها مشاكل كتير. اليوم رح نحكي عن كيف نتعامل مع تغيير الطقس والبشرة وشغلات تانية كتير مع خبير التجميل والبشرة دكتور حسام المراغي. أهلا، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. تكهلا. أنا حابة بداية هيك نحكي كيف بتأثر كيف بيأثر الجو على البشرة. طيب دلوقتي احنا عندنا اربع انواع بشرات، اوكي؟ عندنا البشره الدهنيه، وعندنا الجافه، وعندنا العاديه، وعندنا المختلطه. المختلطه 3/4 الوطن العربي بشرتهم مختلطه، اللي هي التي زون بتبقى ده دهنيه والباقي كله جاف. المفروض ان احنا بنبقى عارفين نوع البشره بتاعتنا كويس جدا جدا قبل ما نبتدي نستخدم الحاجه اللي احنا هنستخدمها. يعني فور انستنس، المفروض او ان احنا نستخدم البشره الدهنيه لازم تستخدم مرطبات خاليه من الدهون تماما. خلاص، يعني الناس عندنا ممكن تستخدم ميه الورد والجليسرين، بيجيبوه من عند العطار مع ميه ورد ويخلطوه مع بعض ويبتدوا يحطوه على البشره. هل البشره الدهنيه بتفضل طول الوقت دهنيه او البشره الجافه بتفضل طول الوقت جافه حتى مع تغيير الفصول؟ المفروض بيبقى ايوه، بس المفروض ان احنا بنبقى اكسترا كير، او ان احنا بنحمي بشرتنا اكتر. انت نوع بشرتك ايه هلا؟ انا مختلطه. رشا ام سوري، انت نوع بشرتك ايه؟ نهله. ليلى. نهله ليلى. انا مختلطه، انا جافه كتير وهنا في دهن. مختلطه. وانت؟ أنا حسب، ما أكتر حاجة دهنية ومرات تقلب على جفاف، بس يعني دهنية مينلي ومختلطة؟ يعني مختلطة زيها. حساسة إيه بقى، دهنية ولا جافة ولا عادية؟ لا، ممكن مختلطة. مختلطة. أنا كمان مختلطة تقريبا. هو أحسن نوع بشرة يعني في الريتد هو البشرة الدهنية. ليه؟ لأن نوع البشرة الدهنية هو أقل نوع بشرة عرضة للتجاعيد. فناخد من هنا ونقول ايه، نقول ان البشره الدهنيه علشان هي مترطبه طبيعيه فلازم يبقى كل انواع البشره في حاله ترطيب. هنيجي للبشره المختلطه اللي هي بتبقى هنا دهنيه والباقي كله جاف. لازم اخد بالي ان الحته الجافه ممنوع تماما اني استخدم اي ماسك تين في الحته الجافه، لان التين بيخلي الوش يشرب اكتر الميه أكتر. فاحنا ما ينفعش ان احنا البشره الجافه، ناس كثيره جدا بتبقى قاعده في البيت وبتستخدم حاجات فيها ماسكات التين، غلط. المفروض بنستخدم الماسكات اللي هي فيها الزيوت او اللي هي فيها الكريمات اكتر او ميه الورد اكتر. هرجع افكر الناس تاني، معلش، الروتين اللي بيخلي الوش هيلثي جدا وصحي جدا ولازم نعمله في الصيف او الشتاء او في اي وقت. هم حسين، ما شاء الله عليك، يعني انا قاعده معلومات يعني كتير ورا بعض، مش قادره اعرف، يعني نفسي اسالك سؤال مش ملاحق عليك ما شاء الله. طب انا عايز اسالك سؤال بالنسبه، في ستات كتير طبعا، اوكي، ده موضوع الجفاف في الوش كلنا تقريبا بنعاني منه، من كمان موضوع الفصول والحراره والبرد ده كمان بيأثر على وشنا جدا طبعا. بس في حاجه تانية، السواد اللي تحت العين. طيب بالنسبة للسواد اللي تحت العين ده، هو بيبقى من حاجتين أو من ثلاث حاجات. أول حاجة بيبقى الوراثة، وده قليل جدا إن هو يتعالج. تاني حاجة بتبقى حاجات غلط، الناس بتحط كونسيلر كتير جدا. الناس او الناس بتعمل تقعد قدام الكمبيوتر او بيناموا. هقول على حاجتين كويسين جدا جدا للسواد اللي تحت العين. اول حاجه زيت اسمه زيت جنين القمح او الويت جيرم اويل. زيت جنين القمح ده من اكثر الزيوت سورس طبيعي الفيتامين اي. بناخد نقطه منه كده ونقوم حاطينه بالطريقه دي. جنين ايه؟ القمح. 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 نهله. سامعاك. انت اي حاجه بتحطيها تحت عينيك والله احنا خايفين منك. انا اي حاجه بتحطيها تحت عينيك بتحطيها ازاي؟ هقول لك انا بصراحه، احسن الصباع ده كده اللي هو ده، وانقط كده اهو. من فين لفين؟ من بره لجوه. بتعملها صح ولا غلط؟ انت عارف فكرتيني، سوري يا رشا، انت عارف فكرتيني بايه؟ يعني انت ما بتستخدميش حاجه تحت عينيكي؟ لا، بالمرطبات انا بعمل حركه دائريه حوالين العين والوش كله من تحت لفوق. وانت؟ انا ايه، انا خايفه منك. ليه بس؟ قلت لك انا كده فكرتني باستاذي بتونس. انا قاعده بشوف، انا قاعده بذاكر، انا والله العظيم كل حاجه تمام. عايزين بس حضرتك تورجينا عملي وانت عم تسالنا التحقيق اللي عم تعمله. طب بس ارد على السؤال بتاع السواد اللي تحت العين، انه حاجه مهمه. هو صح اللي نهله قالته صح، هو اي حاجه بتتحط تحت العين، اي حاجه في الدنيا المفروض بتتحط من بره لجوه وبالصباع ده. ليه الصباع ده تحديدا؟ طب طلعت يعني شاطره؟ الحمد لله. بتاخدي كده وتقومي عامله تيبنج كده كده وتطلعي فوق، وتطلعي فوق الحواجب وتعملي كده. استخدم ايه؟ هنا لا يعني؟ كده اهو. عند الجفن يعني. وبعدين تقومي طالعه فوق ال اوكي، وبعدين تبقى عامله كده. طيب ايه الحاجه اللي انا بحب استخدمها جدا جدا تحت العين؟ الخيار. بس الخيار في ناس كتيره جدا بيقولوا ما بيجيبش اي نتيجه. ليه ما بيجيبش نتيجه؟ لان هو بيتقطع شرايح عريضه قوي. الصح انك انت بتجيبي الخيار وتحطيها في عصاره الجزر.
عصارة الجزر، مية الخيار اللي هتنزل هتحطيها في طبق إزاز، أوكي؟ بقى عندنا عصير خيار، وأقوم حاطه في الفريزر، وهيبتدي أحطه جواه قطن مدور، هيحصل أبزوربشن من الماء، بيتجمد، وابتدي أعمل كمادات ساقعة تحت العين مرة في مرة في مرة، بيروق جدا جدا. طب حسام، قبل أنا هاخد اتصال بعد إذنك، اتفضل بقى معانا. لا ثواني، أنا عايزة قبل ما أخد الاتصال بعد إذنك لو سمحت، اتفضل أنت هنا عشان أنا أقدر أخد الاتصال وأحوله لك على طول. يلا اتفضل. ناخد اتصال معانا رجاء، اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا رجاء. مساء الخير عليكم كلكم. حبيبتي مساء النور، والله بتحبكم كلكم، ربنا يكرمكم. يا حبيبتي ربنا يخليك. معلش كنت عايزه اسال سؤال للدكتور. اتفضلي. هو سامع معاك يا دكتور. انا مش دكتور، بس انا لسه ادعيلي بس. انا بس هو يعني نقدر نقول عليه دكتور يا حسين، هتبقى دكتور قريب. ربنا يكرمك يا رب. انا بشرتي مختلطه ومامتي زيي، احنا مش سمر، من كتر ما البشره بتتعرض وبتتاثر جدا البشره غمقت جدا، ومامتي دلوقتي عندها 65 سنه، بشرتها متراهله ترهلات فظيعه كانها عندها 100 سنه. تمام. فانا نفسي يعني اشوف حل ليها هي، وعايزه اقي نفسي شر الترهلات دي برضه. حلو قوي، انا هرد عليك حالا. اوكي، طيب بخصوص التجاعيد او الناس اللي هي بتبقى متضايقه جدا من التجاعيد، التجاعيد اكتر حاجه الناس بتطلع لها بسبب ايه؟ نمبر 1 بيقول لك، بنشكرك على الاتصال يا مني. بنقول لك كل ما بتقعدي في الشمس اكتر كل ما تعرفي انت هيطلع لك قد ايه تجاعيد. خلاص، دي ايكويشن لازم بنقولها. طيب على غرار ده بقى هبتدي اقول ايه؟ ابتدي اقول انا لازم احط سان بلوك. هتيجي تقولي لي طب انا بحط سان بلوك كتير جدا جدا وما بيجيبش اي نتيجه. ليه؟ لان المفروض احط السان بلوك قبل ما انزل ب 20 دقيقه، يبتدي الوش يتشرب، يقوم عامل لي عمليه مينيمم ربع ساعه، مينيمم من 15 ل 20 يعني، مش على طول كده احط، مش على طول، ما ينفعش احط سان بلوك وابقى نازل. وزي ما حضرتك تفضلتي ان اي حاجه بتتحط على الوش بتتحط من تحت لفوق، لو عكستي تجاعيد تبتدي تظهر. يعني خليني اقول لك على حاجه، انت دلوقتي بتقولي ان في ترهلات في الوش، او الوش بقى فيه رينكلز كتير قوي، ممكن يبقى السبب ان انت بعد ما بتغسلي وشك بتقومي داعكه وشك بالفوطه كده. الحركه دي اكتر حاجه ممكن تسبب الخطوط التعبيريه او الفيشل اكسبريشنز. الصح ايه؟ ان انت تجيبي فانيلا قطن او تي شيرت قطن او اشارب قطن، وتقومي مبططاها جدا وتقومي منشفه بالطريقه دي. دي من ضمن العادات الغلط. الصابون من اكثر الحاجات اللي ممكن تسبب العجز المبكر. طب احنا حابين نشوف الماسكات اللي انت بتعملها. طب ما انا كان لازم ارد عليها. طيب بصوا، انا النهارده ما دخلت المطبخ عندنا لقيت شويه حاجات اشوف اقدر اعمل بيها اللي هاخدهم قصدي. اللي انت هتاخديهم طبعا. انت موصياني. عندي ترمس مطحون، اوكي؟ والوصفه اللي انا هقولها دي برضو هتفيدك في حاله تجاعيد، مش هتشد الوش بس هتروق الوش جدا. عندنا الترمس المطحون، عندنا زيت زيتون، عندنا عسل هايل، عندنا البيض. البياض، البيض من اكثر الحاجات اللي بتشد الوش جدا، والصفار بيتحط جدا. طب بيعمل ازاي؟ ايه الطريقه عشان لوحده كده ولا معاه حاجه؟ لا هقول لك. وعندنا زيت جوز الهند ممتاز للشعر، بيطري الشعر جدا، بس هقوله ازاي عشان ما ينشفش. وعندي ترمس المطحون، وعندي سكر بني. هبتدي اقول دلوقتي ازاي اعمل سكراب سهل جدا في البيت. كل اللي انا هجيبه هجيب سكر بني، اوكي؟ يا الا هطحنه يا الا من غير ما اطحنه. لو انا هطحنه يبقى هيستخدم على الوش، من غير ما اطحنه هيستخدم على الجسم. ده موجود متوفر في السوبر ماركت عادي. سوبر السكر البني عادي جدا. ولو السكر البني مش موجود ممكن نستخدم السكر العادي. خلاص، انا هحط عليه كده شويه عسل، اوكي؟ بس هكتر شويه العسل، وابتدي احط ده علشان خاطر الجفاف بتاعت الوش، واعمل صنفره طبيعيه. الصنفره المفروض اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي بترطب الوش جدا وبتخليه هيلثي وصحي قوي. يعني هو السكر عشان الصنفره، عشان هو يشيل بالظبط، بس يشيل خلايا الجلد الميته. هي هو مقشر، بس كلمة مقشر مش معناها اللي هي بتقشر الجلد، بس بتزيل خلايا الجلد الميتة، فبالتالي بتخلي الوش هيلثي. المفروض نعمل السكراب كل قد ايه؟ مرة كل شهر مثلا؟ كويس؟ لا، مرة كل شهر ده قليل جدا. المفروض، معلش اجي، المفروض الروتيني اليومي بغسل وشي، احط التونر، واحسن تونر من وجهه نظري في الدنيا هو ميه الورد. تالت حاجه المرطب. ميه الورد بعد ما اغسل وشي؟ بعد ما تغسلي وشك على طول تقومي مستخدمه ميه الورد، ارش ميه الورد، وبعد كده ده كده مره صبح. ارشها يا حسام ولا بقطنه برضو بمسح وشي؟ انا اي بريفير ان هي تترش، لان أحسن. الناس اللي بتحط بقطنه ممكن يبقى عندها حبوب فتنقلي البكتيريا من حته لحته. ميه الورد دي بتجيبها من الصيدليه صح؟ من عند العطار او من الصيدليه. يعني احطها في بخاخه صغيره وارش على وشي؟ على وشي. انا بحب كده جدا. ده الروتين اليومي، مره الصبح ومره بالليل. تيجي بقى مره في الاسبوع لازم تحطي ماسك. خلاص، على حسب كل نوع بشره، البشره المختلطه او الدهنيه او العاديه. هنيجي مره كل 10 ايام او من 7 ل 10 ايام هبتدي استخدم السكراب اللي انا هتكلم عليه. اوكي، فده الروتين اللي احنا بنعمله كل شهر. طيب ناخد تليفون لبين ما نحكي. ماشي، قبل ما معانا ايمان.
الو يا ايمان. ايمان راحت. ايمان تفضل. اوكي انا دلوقتي اللي انا عملته ان انا حطيت السكر البني اهو، انا كده حطيت سكر بني وحطيت عسل وحطيت نقطه زيت زيتون، بقلب كويس جدا. زيت الزيتون من اكثر الحاجات المرطبه جدا، السكر كسكراب، العسل بيرطب جدا البشره وهو انتي بكتيريال وحلو جدا للناس برضو اللي عندها حبوب. طيب معلش يا حسام، الماسك ده مناسب لكل انواع البشره ولا البشره هو صنفره مش ماسك؟ يعني اي نوع بشره ممكن تستخدمه عادي. وهقول برضو نصيحه دلوقتي، وطبعا الترمس المطحون هايل، ترمس من اكتر الحاجات اللي بتفتح جدا جدا الجسم خاصه الركبه والكوع. وهقولها هتعمل ازاي دلوقتي. انا كده قلبت السكراب بتاعي كويس جدا خلاص. طيب علشان اضمن ان اي حاجه بشتريها سواء كان انا هعملها في البيت او هشتريها من بره ما بتعمليش الرجي او حساسيه، طب انا مش ضمني الحاجات اللي انت بتعملها دي كلها ممكن ما تسببليش حساسيه، اعمل ايه؟ باخد حبه من السكراب ده وابتدي اجربه على الريست بتاع الايد. خلاص فات ساعتين ثلاثه او ورا الودن فات ساعتين ثلاثه حصل الرجي حساسيه احمرار او كده، يبقى انا في حاجه من الانجريدينت دي عنده حساسية. بلاش استخدمه لان أوكي. اللبن بما انه هو حاجه طبيعيه جدا بس ممكن يبقى حد عنده حساسيه منه. طيب معانا هدى. الو يا هدى. الو ايوه يا هدى سامعينك. ايوه يا هدى. الو ايوه يا هدى سامعينك، عندك سؤال؟ ايوه اتفضل يا حبيبتي اسالي. هدى وطي في التلفزيون لو سمحتي، لو عايزه تسالي السؤال وطي في التلفزيون من عندك وركزي معانا. شعري قصير خالص. بس علي صوتك. اوكي شعرك قصير وايه ايه كمان؟ شعري قصير خالص ما بيطولش. اوكي طيب يا هدى اوكي ميرسي على السؤال. شعرها ما بيطولش بسهوله يعني. طيب انا عايزه اقول على حاجتين امصار. المتصله الاولانيه قالت لنا على التجاعيد وبرضه ما حسيتش ان انا رديت عليها الرد. لا طبعا هرد على كل السؤال. بخصوص اول حاجه انا قلت لك عليها اللي هي الصن بلوك، تاني حاجه لازم تعملي فيشل مساج او التدليك للوش مرتين اتليست كل اسبوع. ازاي بعمل الفيشل مساج علشان خاطر ما يبقاش الموضوع فيه دلع قوي او الناس اللي عندها شغل؟ اي زيت عندك، زيت زيتون، زيت لوز، زيت خروع، زيت جوز هند، اي حاجه، نقطه واحده واقوم مسخنها جدا جدا على الوش وابتدي اعملها بالطريقه اللي انا بعملها دي. ببتدي اسخنها وهي دي برضو نفس طريقه فرد الكريم على الوش بالظبط على الوش، بقوم جاي كده لفوق حرف التي حرف الاو وهنا حرف الدال. اوكي الفيشل مساج ده او التدليك بتاع الوش هيفرق معاكي جدا مع الروتين اللي احنا لسه شارحينه. بخصوص المتصله الاخيره كانت مشكلتها نمو الشعر. انا مش هقول لك لان هي هتبقى بروسس كبيره جدا، بس هقول لك على ثلاث حاجات انا دايما بقولهم وبيفرقوا جدا. اول حاجه لازم تسرحي شعرك بمشط. ايه ليلى تسرحي شعرك بايه؟ طب ليه بصيت لي ايه يا ليلى تسرحي شعري ده؟ عشان اكيد بمشط. ايه لازم يبقى خشب. لازم يبقى خشب. لا انا مش خشب. السنون لما بتبقى مش خشب بلاستيك او وات ايفر بتقصف الشعر وبتوقعه بيعمل يعني البلاستيك المشط البلاستيك ده العريض ده لازم يبقى خشب. البلاستيك بيعمل حاجه اسمها الكتريك ستاتكس مع الشعر، كهرباء، فبيكهرب الشعر فبالتالي ممكن يقصفه بشكل غير طبيعي. بيعمل حاجه في البصيلات بتاعت الشعر يعني. خلاص ما هو ما بيقصف ما بيطولش او ما بيتقصف. لا قصدي مشط الخشب. المشط الخشب اتس هيلثي يعني اتس فيري هيلثي مع طبيعه الشعر نفسه. يعني كلها خشب ولا اللي هي خشب لا كلها خشب. السنون بتاعتها خشب كلها خشب. بتبقى طبعا احسن حاجه. الاقيه فين ده؟ موجود في كل الصيدليات. كلها موجود كتير. لا انا عم بحكي على فرشه الشعر اللي هي المدوره المفروض اللي عليها ابر، احنا بنستعملها عشان التسريح. ما هي فدي ما فيش منها خشب. لا في منها بس مش الفرشه اللي هي المدوره بس بتبقى موجوده. يس دي بتبقى كويسه جدا. ولما نيجي طبعا بنسرح الشعر انا بقول لك على نصايح لو عملتيها تفرق جدا في التقصيف، فما يتشال بيروق جدا الشعر. الحاجه الثانيه الشامبو بتاعنا لازم نخففه بميه. لازم يتخفف بميه علشان القلويه اللي فيه بتبقى عاليه جدا، فكل ما الشعر بيرغي كل ما بنفتكر انه بينضف بس حقيقه الامر كل ما بيرغي كل ما الكيماويات تبقى اكتر كل ما الشعر بيقع اكتر. او ممكن نغسل اقل الشعر. أو انا ممكن ما بغسلش شعري. طيب خلينا ناخد اتصال. تغسليه المفروض مره في الاسبوع. ناخد اتصال ونرجع للموضوع الشعر. ناخد معانا ساميه. الو الو ازيك يا ساميه؟ انت ممكن الو سامعاني يا ساميه؟ هي الكاميرا جايباك اصلا فانت ممكن تكمل. نوران. نعم نوران كده. اسمك نوران؟
انا اسفه يا نوران. لا عادي، لو سمعت عايزه اسال الدكتور ان شعري موق وعايزاه يطول وهايل، عايزه حل. هو على فكره مش دكتور، ايوه بس شكله احنا من اول ما جه واحنا بنقول له دكتور هو خلاص هيتاهل للدكتوراه عن طريق ده فال حلو. طيب بصي بخصوص طيب الشعر، انا عايزه حاجه لشعري عشان هو هيش وعايزاه ينعم وعايزاه يطول شويه. هو قصير هقول لك. ماشي ماشي يا نوران، ميرسي لاتصالك. حسام دلوقتي لو انا مثلا شعري جاف غير وانا شعري دهني غير شعري ده، مثلا زيوت بتختلف لو انا عايزه يعني اعالج شعري؟ يس طبعا بتفرق جدا جدا. يعني مثلا هقول لك الشعر الفاتح جدا لو احنا استخدمنا الكاموميل، انا جايب لكم معايا اهو كاموميل ده شكله، او البابونج. لو انا جبت البابونج وحطيته في ميه، غليته وحطيته في ميه وبعد كده قمت راشش بيه الشعر الفاتح جدا، زي شعري كده، ايوه زي شعرك او زي شعر حضرتك، بيخلي الشعر هيلثي جدا جدا وبيلمع قوي قوي قوي. بس كده لمع وبيفتح على فكره، بيفتح الشعر، بيلمع جدا وبيخلي الشعر هيلثي جدا وبيفتح جدا جدا الشعر. وطبعا في الصيف يعني لو احنا في الصيف لو جبنا ميه الكاموميل مع القرفه مع عسل وكده بيفتح جدا الشعر وبيبقى حاجه طبيعيه. لو بنتكلم على الشعر الغامق في حاجه اسمها المرمريه. المرمريه اكتر حاجه بتتحط مع الميه ونقوم حاطينها على شعر بعد الشطف، بيخلي شعر هيلثي جدا ومبين ان هو يعني اغليها معاها ولا مع زي كانك بالظبط بتعملي شاي اخضر. اوكي. وتقومي واخده الميه بتاعتها بعد ما تبرد وبعد ما تغسلي شعرك تقومي شاطفه بيه الشعر. بيفرق قوي. بخصوص المتصله الاخيره اللي سالتنا على التقصيف والهيشان وانه ما بيطولش، هرجع تاني اكمل الستبس المهمه جدا. المشط الخشب، الشامبو اللي لازم يتخفف بميه، حاجه ثالثه بعملها مهمه جدا، في ناس كتيره ما بتعملش رياضه خلاص، مش هتكلم بقى في حاجات بقى اللي هو ولا حد هينزل، بس اتليست لو احنا رفعنا رجلينا على السرير الدم هينزل على المخ فيعمل فيتاليتي للبصيله. يعني توصيل الدم للفروه الراس بالظبط، دي بتفرق جدا. دي بتفرق جدا جدا. ناس كتيره بتحط اكستنشنز، الاكستنشنز دي بتقوم واخده الشعرايه من اولها لاخرها بتحطها كل اليوم وقبل ما بتنام. فانا ما عنديش مشكله ان ناس تستخدم اكستنشنز، او ما عنديش مشكله ان ناس تعمل سشوار، بس بلاش حاجات كتيره. لو بتعملي سشوار تضمني ان الكوافير بتاعك يعملهولك من بعيد، بلاش يبقى من قريب قوي، وبلاش يبقى لا كده هو فات بيفوت دماغي جوه. لا لا ما مش صح. هو بيعمل لي سشوار بيفوت فوق جوه دماغي. لا المفروض يعمله من بعيد، والمفروض يعمله على هوا ما يبقاش سخن قوي، والمفروض يعمل كده. لو انت لو اتفقنا ان دي الراس وعمل كده ايه اللي هيحصل؟ هيلهب الفروه جدا، هيوقع شعرايه من اولها. انت مش عارف تلاقي هو عم بيحترق والشعر عم بيحترق. طب احنا معانا ماسك ايه تاني يا حسام بسرعه عشان وقت الفقره بس قربنا نقفل. انا اول سكراب عملته حطيت الترمس المطحون وحطيت العسل وحطيت زيت زيتون وقلبته كويس جدا جدا. بيستخدم ازاي؟ بغسل وشي بشويه ميه فتره، مش سخنه ولا ساقعه، لان الميه السخنه بتلهب الوش، الساقعه مش بتنظف الوش. فلازم تبقى فتره. باخد شويه منه وابتدي اعمله بحركات دائريه، ما اجيش عند منطقه العين من دقيقتين لخمس دقائق، وبعد كده بقوم غاسل وشي واكمل الستبس مايت ورد ومرطب. تاني حاجه عملتها للمتصله اللي قالت لي على التجاعيد، جبت بياض بيض، فصلت الصفار عن البياض. الصفار بعد كده هبقى اتكلم قدام في حلقات تانية ازاي بيتحط على الشعر. فجبت بياض بيض مع معلقه عسل، بقلبه كويس جدا 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 جدا، وابتدي بفرشه او فرشه الكونسيلر او الميك اب او كده هحطها على الوش. اخد بالي ان وانا بستخدم الماسك ده ما اعملش اي فيشل اكسبريشنز، يعني ما اتكلمش في التليفون، ما اضحكش، ما اعملش اي حاجه، لان لما باجي احط الماسك واعمل فيشل اكسبريشنز ممكن يعلم. ده في اي حاجه، ده في اي حاجه. بدنا نشكرك كتير، الوقت ما كفى ولسه في شغلات كتير انت ما عملت لنا اياها. المره الجايه ان شاء الله هتكون معانا ان شاء الله المره الجايه خبير التجميل والبشره حسام المراغي. ميرسي كتير. مرسي. وخلونا نطلع فاصل ونرجع نشوف شو صار مع الشيف احمد المغازي وشو اخبار السفره العظيمه اللي عم تتحضر.